أعطت السلطات الولائية اليوم البواقي إشارة انطلاق الدورة التكوينية فيفري 2017 انطلاقا من مركز التكوين المهني والتمهين قدور العريبي بعين البيضاء، وهي الدورة التي عرفت التحاق نحو 3000 متربص. احنا على كل حال رانا مسينا توجيهات وتوصيات معالي وزير التكوين المهني خاصة بعقد اتفاقيات مع المتعاملين الاقتصاديين من أجل وضع أكبر عدد للمتمهنين على مستوى هذه المؤسسات الاقتصادية من أجل تحقيق معادلة العمل في المستقبل. ويبقى دعم الدولة اللامحدود لقطاع التكوين المهني أكثر من ضروري في سبيل توفير كل الظروف التي تسمح لخريجي معاهد التكوين بولوج عالم الشغل من بابه الواسع. هذا الاختصاص هذا عنده إقبال كبير في المركز، هو الرمز نتاعو طاق 1202 تابع لتقنيات الإدارة والتسيير. عندنا 25 ستاجير من بيناتهم 20 فتاة و5 ذكور. اليوم جيت خيرت الاختصاص أوبتيك باسكو كاين يطلبوا فيها بزاف الخدمة ومليحة بزاف والناس كل تجي تقرا فيها باسكو حاجة مليحة تلقى الخدمة فيها وتلقى قدان أمر فيها.